وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ايه بقى الجار اللي انت حيطني دي؟ ما تنحي الثاني ما تقرصك في وجه الله. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول لا فارغ ولا بك حال بين ذلك افعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ايوه الله الله اكبر. ها قال انه يقول انها بقرة الله يا قرآن. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يا سلام على الهدوء الجميل.
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فق
تضربوا ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منا لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.